طه وسعود بيوصلون مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرمة، اللي تم افتتاحه والعمل فيه في شهر يونيو من هالعام، وهو واحد من 4 مطارات بيتم إنشائها في نيوم. مطار خليج نيوم يحمل الرقم 28 في مطارات المملكة. وصلنا إلى نيوم. نيوم مدينة المستقبل، مدينة الحاضر. هذه المدينة الجميلة اللي مخطط لها أنها تكون مطلة على العقبة والبحر الأحمر. كلمة نيوم من كلمتين، نيو أم، نيو يعني جديد بالإنجليزي، أم يعني مستقبل بالعربي، ومعناتها المستقبل الجديد. في كثير أشياء تميز نيوم، من أكثر الأشياء المميزة هنا إنها ملتقى 3 قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا. على قد ما أنا متحمس من وصلت المطار أنا وراها إنه حنا في نيوم الحاضر، فكيف راح تكون نيوم المستقبل، على قد وثوقي التام إنها راح تكون حلقة مختلفة تماماً وحلقة ممتعة. تابعونا لا يفوتكم ولا شيء.